بسم الله الرحمن الرحيم. احنا محاضرتنا النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها مخاطر الكهرباء، تمام؟ المحاضرة اخر محاضرة لينا كانت بتتكلم عن انواع المخاطر او انواع المخاطر. في حاجة اسمها مخاطر حوادث، في حاجة اسمها عندي مخاطر ظروف عمل، في مخاطر كهرباء، في مخاطر كيميائية، في مخاطر سوء تهوية وبرودة، تمام. عندي انواع المخاطر كتير جدا، واتكلمنا عن تصنيف أداة تقييم المخاطر اللي هي تنقسم الى قسمين، مدى الاحتمالية ومدى الشدة. مدى الاحتمالية عندي بينقسم لثلاث اقسام، قلنا ان هو بينقسم لثلاث اقسام: احتمالية عالية، واحتمالية متوسطة، واحتمالية منخفضة، تمام. وملينا ودينا امثله، وديت امثله على ثلاث انواع لمدى الاحتماليه، وانواع الشده برضو. مدى الشده قلنا بتنقسم لثلاث انواع: شده عاليه، وشده متوسطه، وشده منخفضه او صغيره. واتكلمنا ان مدى الشده، مدى الاحتماليه بيتوقف عليها مدى الشده. الاحتماليه العاليه مثلا زي الاحتماليه عاليه، او المخاطر العاليه اللي هي بتدي احتماليه عاليه زي مخاطر الكهرباء او الحرائق، دي طبعا دي احتماليتها عاليه، احتماليتها عاليه ولا متوسطه ولا منخفضه؟ لا، احتماليه بتاعتها، احتماليه الخطر بتاعها بيبقى عالي، بالتالي مدى الشده بتاعتها بتبقى عاليه، تمام، بتبقى مرتفعه او خطيره، بتبقى خطيره، تمام. وديت مثال على الاحتماليه المتوسطه والاحتماليه المنخفضه، تمام. واتكلمنا عن أداة تقييم، اتكلمنا عن ازاي ان احنا نواجه المخاطر، تقييم المخاطر ازاي ان احنا نواجهها. واتكلمنا عن المحاضرة اللي فاتت عن طبيعة الكهرباء عندي بتبقى عاملة ازاي، تمام. طبيعة الكهرباء طبعا اتكلمت عنها. النهاردة بقى ان شاء الله هنتكلم عن مخاطر الكهرباء. مخاطر الكهرباء عندي بتنقسم لثلاث أقسام أو لثلاث أنواع. في حاجة اسمها عندي الصدمة الكهربائية، في حاجة اسمها عندي الشرز والفرقعة، في حاجة اسمها عندي الحرائق والانفجارات. تاني بقى، مخاطر الكهرباء عندي بتنقسم لثلاث أقسام متتاليين. في القسم الأول اسمه صدمة كهربائية، القسم الثاني اسمه شرز وفرقعة، القسم الثالث حرائق وانفجارات. طيب الصدمة الكهربائية عندي تأثير الإصابة بالصدمة الكهربائية بيتوقف على جسم الإنسان. طيب التأثير بتاعه أو الإصابة بتاعته بتتوقف على إيه؟ بتتوقف على كمية التيار المار في جسم الإنسان اللي بيسلكه التيار. يعني إيه؟ يعني كمية التيار اللي بيمشي في جسم الإنسان قد إيه؟ كمية مرتفعة ولا منخفضة ولا متوسطة؟ إيه تاني؟ درجة رطوبة الجلد، جلدي ده درجة حرارته عالية، متوسطة، منخفضة، بارد، حرارة فيه، حرارته مرتفعة، الرطوبة بتاعته لازم نقيس الدرجة بتاعته، لازم نقيس الدرجة بتاعت الرطوبة، هل هي عالية ولا متوسطة ولا منخفضة. طيب عايزين نتكلم برضو ده بالنسبة للصدمة الكهربائية. طيب الشرز والفرقعة، الشرز والفرقعة ده بيحصل امتى؟ الشرز والفرقعة ده بيحصل نتيجة تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة. يعني ايه نتيجة تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة؟ دي طبعا الشرز والفرقعة اللي عندي بيحدث امتى؟ بيحدث عند تفريغ الشحنات الكهربائية. طبعا انا لو انا عندي المعدة اللي انا شغال عليها او الماكينة اللي انا شغال عليها البطارية بتاعتها فرغت شحن، يعني ايه فرغت شحن؟ خلاص فصلت شحن، عايزة تتشحن تاني عشان خاطر تقدر ان هي تشغل الماكينة بتاعتها او المعدة بتاعتها، تمام. في الحاله دي لو انا سبت المعده شغاله ممكن يحصل عندي عمليه شرز وفرقعه، عمليه فرقعه في المعده، وده طبعا شيء خطير، ده اللي اسمه عندي مخاطر كهرباء. طيب الحرائق والانفجارات، الحرائق والانفجارات برضو بتحصل امتى؟ ده بالنسبه للحرائق والانفجارات القسم الثالث عندي من مخاطر الكهرباء. الحرائق والانفجارات بيحصل عندي في حاله التحميل الزائد على الدوائر الكهربائيه. يعني ايه؟ يعني انا عندي افهم الكلام الاول وبعد كده اشرح. يعني انا عندي دلوقتي المعده او الماكينه بتاعتي اللي انا شغال عليها حملت انتاج عليها زائد عن طاقتها، فوق طاقتها، تمام. بالتالي الانتاج اللي انا حملته على المعده او التحميل الزائد اللي عليها طبعا هو هتشيل فوق طاقتها، هيحصل عندي عمليه ارتفاع في درجه حراره الاسلاك الكهربائيه اللي في المعده. درجه حراره الاسلاك اللي عندي هترتفع. طبعا لما ترتفع هيحصل عندي عمليه صهر. يعني ايه هيحصل عندي عمليه صهر؟ الماده العازله عندي هيحصل فيها عمليه صهر بسبب ارتفاع درجه الحراره. لما يحصل عمليه صهر بالتالي هيحصل عمليه احتراق، تمام. دي بالنسبه
للحرائق والانفجارات. دي أمثلة بسيطة كده. طيب إزاي إن أنا الوقاية من حوادث الكهرباء، إزاي إن أنا أوقي نفسي من حوادث الكهرباء، إزاي إن أنا أوقي نفسي من حوادث الكهرباء؟ أول حاجة تمام، لازم في حاجة اسمها عندي، أو طبعا لازم إن أنا أوقي نفسي إزاي، بيقولك عدم لمس أي شيء معدني قرب الدوائر الكهربائية. ما ينفعش إن أنا ألمس أي شيء معدني قريب من الماكينة أو المعدات اللي بالكهرباء اللي شغالة. إيه تاني؟ بيقولك عدم استخدام العدد اليدوية الغير معزولة عند العمل في الأجهزة الكهربائية. ما ينفعش إن أنا أستخدم عدد يدوية أو أي عدد مثلا ممكن أستخدمها تكون غير معزولة عن الكهرباء في الماكينة بتاعة الكهرباء اللي أنا بشتغل عليها، لأني لو الحاجات دي ما كانتش معزولة هيحصل عندي عملية حرائق وانفجارات شاملة. طيب إيه تاني؟ عندي بتقوم عند القيام بفحص الفيوزات وقواطع التيار لازما ان احنا نعمل عملية، يعني احنا لما بنيجي مثلا نفحص الفيوزات اللي عندنا، الفيوزات اللي هي بتبقى في البوط بتاعة الكهرباء اللي عندنا كله، لازما نعمل عملية قطع تيار كهربائي، بنفصل الكهرباء اللي عندنا عشان خاطر نقدر ان احنا نعمل عملية الفحص الشامل بتاعتنا، ونقدر ان احنا نصلح العيب اللي عندنا في الفيوز. في الحالة دي هفصل او هنزل الفيوز اللي عندنا كلها. ايه تاني؟ بيقولك يجب فصل التيار عن اي معدة او جهاز قبل اجراء اعمال الصيانة به. يعني ايه؟ انا لما اجي عايز اعمل صيانة في الاجهزة اللي عندي، او عايز اعمل عملية فصل، خلاص بعمل صيانة في اجهزة الشركة اللي عندي. اجهزة الشركة دي طبعا كلها كهربائية، طبعا ما بتشتغلش غير بالكهرباء. طيب انا لما باجي بعمل عملية الفحص اللي عندي او عملية الصيانة، لازم ان انا افصل التيار الكهربائي عن المعدات كلها وعن الاجهزة كلها، تمام، قبل ما انا اعمل اي اجراء في اعمال الصيانة بتاعتي. طيب ايه تاني؟ لا تتغاضى، بيقولك لا تتغاضى او لا تتنازى عن الاسلاك المتهلكه ويجب تغييرها او اعاده عزلها. انا عندي في سلوك عندي بتبقى عريانه، او السلوك بتاعتي بتبقى مقشره مثلا، او سلوك بتبقى دايبه، تبقى دايبه مثلا بقالها كتير، الضغط عليها شديد، فلازم ان انا اغير السلوك دي اول باول، او ان انا اعزلها عشان عمليه الحرائق او عمليه الانفجارات اللي بتحصل ما تحصلش عندي او ما تحصلش معايا. ايه تاني؟ بيقول لك عند شحن البطاريات بحمض، طبعا البطاريات اللي احنا بنشحنها باحماض، احنا لما بنيجي نعزلها باحماض، لما بنيجي نشحنها لازم ان احنا نكون مستخدمين وسائل الوقايه المناسبه بتاعتنا، وسائل الوقايه الشخصيه. ايه هي وسائل الوقايه عندي؟ عندي واقي للوجه، عندي اذا كان نظاره بقى او كمامه، عندي قفازات اللي هي الجوندات اللي عندي، عندي المرايه البلاستيك، الفيست بتاعي اللي احنا بنلبسه في العمل او في الشركه اللي هو البيست الفسفوري، تمام. لازم ان احنا نلبس الادوات بتاعت الوقايه الشخصيه المناسبه عند شحن البطاريات بحمض، اوكي، لان دي استخدامها خطير جدا. بيقولي عند الاصابه بحمض البطاريات يجب رش مكان الاصابه بالماء فورا. عند الاصابه بحمض البطاريات يجب رش مكان الاصابه بماء فورا. يعني انا عندي دلوقتي الاصابه اللي في البطاريات، إصابة البطاريات اللي عندي، طبعا البطاريات اللي بتبقى موجودة بحمض، لو المكان اللي أنا بشتغل فيه اتصاب بالحمض ده، لازم إن أنا أرش مكانه بماء فورا، لأن الحمض ده بيعمل عندي عملية صدمة كهربائية أو عملية حرائق شاملة أو متكاملة. إيه تاني؟ يجب تدريب العاملين في مجال الكهرباء على استخدام الطفايات المناسبة للاستعمال في حرائق الكهرباء. طيب لازم ان انا ادرب، يعني ايه الكلام ده؟ لازم ان انا ادرب العمال اللي شغالين معايا في مجال الكهرباء تدريب مناسب ومتكامل، تمام، على استخدام طفايات المناسبة. ازاي ان انا اخليهم يستخدموا طفايات مناسبة للاستعمال في حرائق الكهرباء، تمام. بعد كده ده زي ايه؟ عندي طفايات كتير، ما ينفعش ان انا اجي استخدم طفايات ماء بتحتوي على مادة موصلة للتيار الكهربائي. ما ينفعش ان انا اوصل او ان انا استخدم طفايات ماء، الطفايات الماء اللي عندي دي بتحتوي على ماده موصله للتيار الكهربائي. طيب طبيعه الكهرباء، طفايات الكهرباء دي بتبقى يا اما طفايات بودره، يا اما طفايات ثاني اكسيد كربون، يا اما
طفايات إلها لون. تاني طفايات، يا إما طفايات الكهرباء دي، يا إما بتبقى طفايات بودرة طبعا عارفينها كلنا، أو طفايات ثاني أكسيد الكربون أو طفايات إلها لون. أوكي، دي بالنسبة للوقاية، إن أنا إزاي أوقي نفسي من، إزاي إن أنا أعمل عملية وقاية من حوادث الكهرباء. طيب الحرائق وكيفية مكافحتها، أنا عايزة أعرف الحرائق عندي أنواع كتير جدا، منهم في حاجة اسمها الخطر الشخصي، وفي خطر تدميري، وفي خطر تعرضي. ثلاث أنواع للحرائق، في حاجة اسمها عندي خطر شخصي وخطر تجميع وخطر تدميري وخطر تعرضي. قبل ما أنا أتكلم عن الأربع أخطار دولت، أو الأربع الثلاث أقسام، سوري الثلاث أقسام في الخطر، عايز اعرف ايه هي او ايه هو اسباب الحريق، اسباب الحريق او اسباب الحرائق. اسباب الحرائق عندي كتير جدا، منهم انا مش هقولهم كلهم طبعا، احنا عايزين بس المناسب. الحاجات اللي انا بشرحها هي دي الحاجات اللي تتذاكر، سيبوكم من الدش اللي في المذكرة كلها. الحاجات اللي انا بشرحها هي دي الحاجات اللي انتم مطالبين فيها، مطالبين بيها في الامتحان. ده المهم اللي عندي، او دي الخلاصة اللي عندي. تمام، اسباب الحرائق، اسباب الحرائق عندي كتيرة، منها الجهل والإهمال واللامبالاة والتخريب. أنا عندي عملية، أنا ببقى جاهل بالحاجة اللي ممكن تسبب لي خطر، أو ممكن تسبب لي حريق، أو ممكن تسبب لي انفجار كامل، فأنا ببقى جاهل بيها أو مديها لامبالاة، مش مهتم بيها. تمام، أو مهملها. ايه تاني؟ التخزين السيء التخزين السيء والخطر للمواد القابله للاشتعال. انا بعمل عمليه تخزين سيء للمواد القابله للاشتعال عندي. طب ايه هي المواد القابله للاشتعال؟ ان انا ممكن اعمل لها عمليه تخزين. انا عندي المواد القابله للاشتعال دي اللي هي الوقود، عندي ثلاث انواع، منهم المواد الصلبه، عندي المواد السائله، عندي المواد الغازيه. ايه هي المواد الصلبه؟ المواد الصلبه عندي زي الورق، عندي زي الخشب، عندي زي عندي زي القطن، حاجات كتير جدا من دي من ضمنهم يعني الحاجات اللي انا قلتها. طيب المواد السائله، المواد السائله عندي زي الكحولات، المذيبات، عندي زي البنزين، عندي زي السولار، الحاجات دي زي الشحوم، الحاجات دي كلها مواد سائله. طب المواد الغازيه، المواد الغازيه عندي زي الهيدروجين، عندي زي الميثان، عندي زي الاستالين، دي كلها عندي، البوتاجاز دي كلها عندي، ولسه برضو هجيلها قدام او هتقابلنا قدام ان شاء الله في الشرح وانا بشرح، فهتكلم عليها مرة كمان. دي بالنسبة للمواد الغازية. تمام، ايه تاني؟ وجود نفايات سائلة وزيوت قابلة للإشعال على أرضية منطقة التصنيع. طبعا النفايات السائلة زي مثلا الزيت القابل للإشتعال اللي بيحصل عندي في عملية اشتعال، عندي الشحوم، الحاجات دي كلها بيحصل عندي عملية اشتعال فيها. طبعا دي من ضمن اسباب الحرائق. عايزين نتكلم بقى عن ايه هو الخطر الشخصي اللي احنا سيبناه في الاول، اللي انا قلت هتكلم عليه بعد كده، بعد اسباب الحرائق. في حاجه اسمها عندي خطر شخصي، في حاجه اسمها عندي خطر تدميري، في حاجه اسمها عندي الخطر التعرضي. ايه هو الخطر الشخصي والخطر التدميري والخطر التعرضي؟ الخطر الشخصي ده اللي هو بيقول لك اللي هو ده، تمام عشان نبقى مركزين بس اهو، التي تنتج تلخيص المخاطر التي تنتج عن الحريق في الثلاث انواع التاليه، اللي هو الثالثه او الثانيه التاليه، الخطر الشخصي والخطر التدميري والخطر التعرضي. عايزين نتكلم الاول عن الخطر الشخصي. الخطر الشخصي ده اللي هو بيمثل الخطر على الافراد، المخاطر اللي بتعرض حياه الافراد للاصابات. المخاطر بمعنى اصح او بتلخيص يعني اكتر، الخطر على الخطر الافراد دي او الخطر الشخصي اللي هي المخاطر اللي بتعرض حياه الافراد للاصابات. طبعا من حاجات كتير جدا، عند حدوث الحريق او بتستوجب توفير تدابير للنجاه من الاخطار، دي كلها مخاطر بتعرض حياه افراد للاصابات. ايه تاني؟ عندي الخطر التدميري. الخطر التدميري ده هو بيقول لك ان هو ما يحدث من دمار في المباني والمنشات نتيجه للحريق، وتختلف شده هذا التدمير باختلاف ما يحويه المبنى نفسه من مواد قابلة للانتشار. طب يعني ايه الكلام ده؟ الخطر التدميري ده اللي بيحصل عندي في المباني والمنشآت، دمار بقى، مش هقول لك حريق ولا انفجار، لا ده بيبقى دمار، دمار شامل. نتيجة ايه؟ نتيجة ايه اللي بيحتوي او ايه اللي بيبقى في المبنى نفسه بيبقى موجود من مواد قابلة للاشتعال عشان يحصل الحريق ده كله، عشان يحصل الدمار اللي موجود عندي. ايه هو؟
انا عندي المواد القابله للانتشار او للاشتعال، طبعا لسه قايلها دلوقتي فوق في لسه قايلها دلوقتي في انواع المخاطر، او منها المواد القابله للاشتعال زي المواد الصلبه، المواد السائله، المواد الغازيه. انا عندي لو المبنى او المنشأ اللي انا موجود فيه في مواد صلبه، انا مخزن فيه مواد صلبه، مواد سائله، مواد غازيه، في الحاله دي كلها طبعا المواد دي كلها بيبقى ليها اصناف وامثله. المواد الصلبه احنا عارفينها كلنا زي الاقمشه والخشب، والمواد السائله زي المذيبات والكحولات والشحوم والبنزين والسولار. الحاجات دي كلها عندي بتسبب لي دمار، مش انفجار بقى، بتسبب لي دمار، لان الحاجات دي كلها من مواد قابله للاشتعال، فبيحصل عندي طبعا دمار شامل او انفجار كامل في المباني والمنشآت. طيب ايه تاني عندي؟ انا في حاجة اسمها عندي الخطر التعرضي. الخطر التعرضي ايه هو الخطر التعرضي؟ اللي هي المخاطر اللي بتهدد المواقع القريبة لمكان الحريق، وذلك يطلق عليه الخطر الخارجي. طيب بيقول لك ان هو ما يشترطش ان يكون في اتصال مباشر بين الحريق وبين المبنى المعرض للخطر. ليه؟ ليه بقى؟ لأن المخاطر دي بتهدد. أنا عندي على سبيل المثال الخطر التعرضي ده، أنا المبنى اللي أنا فيه أو المنشأ اللي أنا فيه دوت، ده المكان اللي موجود فيه الحريق، تمام؟ ده المكان اللي موجود فيه الحريق، وفي مبنى جنبي قريب مني معرض للخطر، عشان كده احنا قلنا إن هو ده خطر تعرضي. في مبنى قريب مني، تمام؟ معرض للحريق او معرض للخطر مني، لذلك احنا قلنا عليه ان هو خطر خارجي. خطر خارجي يعني خطر خارج عن المبنى اللي انا فيه، بس هو معرض للحريق، بس هو معرض للحريق، بس ما فيش اي اتصال مباشر ما بين الحريق، ما بين الحريق والمباني المعرضة للخطر، ما فيش اي اتصال مباشر عندي ما بين الحريق اللي عندي والمبنى المعرض للخطر، لان ده مبنى خارجي، خارج عن الجزء اللي انا فيه، هو جنبي قريب مني معرض للخطر، بس ما فيش اي اتصال مباشر بيني وبينه عن طريق الحريق، تمام؟ ده بالنسبة للخطر التعرضي. طبعا اتكلمنا عن اسباب الحرائق. طيب عندي عملية الاحتراق. عملية الاحتراق دي ليها عناصر الاشتعال، عندي بتتمثل في 4 عناصر. ايه هم؟ انا عندي المادة القابلة للاشتعال، عندي الاكسجين اللي هو الهواء طبعا، عندي مصادر الاشتعال الحرارة، عندي التفاعل الكيميائي المتسلسل. طيب المادة القابلة للاشتعال دي زي ايه؟ لسه متكلمة انا قلتها مرتين لحد دلوقتي، تمام؟ لو تفتكر اللي هو الوقود، زي مثلا مواد صلبة، مواد سائلة، مواد غازية. المواد الصلبة زي مثلا الخشب، الأقمشة، الأوراق، القطن، الحاجات دي كلها عندي مواد صلبة. المواد السائلة عندي زي الكحولات، البنزين، السولار، المذيبات، الشحوم، دي كلها مواد سائلة. المواد الغازية زي الهيدروجين، الاستالين، الميثان، البتوجاز، الحاجات دي كلها عندي مواد غازية. طيب الأكسجين ده عندي اللي هو الهواء. طيب عشان خاطر الأكسجين ده، المادة اللي فيه تشتعل، المادة اللي في الأكسجين دي تشتعل، لازم نسبة الأكسجين في الجو تكون 21%. أهي تمام، لازم تكون نسبة الأكسجين في الجو عندي 21%. طيب ما بس ما تقلش، بيقولك ان هي يجب الا تقل عن 10%، تمام، حتى يستمر الحريق وتختلف المواد من حيث قابليتها. يعني الخلاصه دي كلها عشان خاطر ان الماده تشتعل في نسبه الاكسجين في الاكسجين او في الهواء، نسبه الحريق تشتعل في او الماده اللي بتحتوي على الحريق نسبه الاكسجين لازم أن تكون تحتوي على 21%، بس ما بتقلش عن 10%. طب الحرارة، الحرارة عندي اللي هي مصادر الاشتعال. الحرارة دي طبعا هي طاقة حرارية، الطاقة الحرارية اللي بتبقى موجودة في الجسم مطلوبة لزيادة، الطاقة الحرارية اللي بتبقى موجودة في الجسم لزيادة درجة حرارة المادة القابلة للاشتعال. طبعا عارفينها ان الحرارة دي بتدي زيادة درجة حرارة للمادة القابلة للاشتعال. طيب مصادر الاشتعال دي ايه؟
عايزه اعرف ايه مصادر الاشتعال. دي طبعا الحراره، الحراره اللي سائلنا دلوقتي ان هي دي طاقه حراريه مطلوبه، الطاقه الحراريه اللي بتزود درجه حراره الجسم او بتزود درجه حراره الماده القابله للاشتعال، سواء كانت الماده دي صلبه او سائله او غازيه. طيب مصادر الاشتعال عندي كتير جدا، منها ايه او من ضمنها ايه؟ انا عندي دي طبعا مصادر الاشتعال زي ما احنا شايفينها كده، عندي بتحتوي او بيبقى سببها الكهرباء، تفاعلات كيميائيه، عندي اشعه شمس، عندي اعمال ساخنه. الاعمال الساخنه دي زي ايه؟ زي اعمال القطع واللحام. مش معنى اعمال القطع واللحام، لان اعمال اللحام طبعا بتشمل على عملية بكون مثلا على سبيل المثال لو انا شغال في ورشة لحام، طبعا بيحصل عندي عملية شرار طالعة وعملية اشتعال في المادة اللي انا شغال بيها، طبعا دي من ضمن مصادر الاشتعال اللي عندي. ايه تاني عندي؟ اللهب المباشر زي الكبريت، زي الولاعات، زي السخانات، زي الدفايات. طيب ايه تاني عندي؟ الاشتعال الذاتي. الاشتعال الذاتي ده زي ايه؟ الاكسده. الاشتعال الذاتي عندي زي الاكسده. الاكسده الايه؟ الاكسده لبعض المواد. زي المواد دي زي ايه؟ المواد دي زي الزيوت النباتيه والحيوانيه. طيب ايه تاني عندي؟ الاسطح الساخنه. الاسطح الساخنه دي زي الافران، زي الغلايات. طبعا الغلايات عندي ممكن يحصل عندي عمليه اشتعال فيه او عمليه شرز وفرقعه، لو سبته يغلي باستمرار فممكن يعمل عندي عمليه فرقع او انفجار يسبب لي الحريق كامل. طيب دي بالنسبه لمصادر الاشتعال او من ضمنها دول مصادر الاشتعال اللي انا لسه متكلم. والتدخين كمان، التدخين عن دوت اهم حاجه عندي من مصادر الاشتعال. طيب انا عايزه دلوقتي اتكلم عن التفاعل الكيميائي المتسلسل. التفاعل الكيميائي المتسلسل ده عشان خاطر الحريق يستمر في التفاعل الكيميائي لازم يتوفر فيه ثلاث عناصر اساسيه. ايه هما الثلاث عناصر عشان الحريق يستمر مع التفاعل الكيميائي؟ ثلاث عناصر دول: المادة، المادة اللي بتحترق ايه، الحرارة، نسبة الحرارة عندي عالية مرتفعة او مرتفعة او متوسطة او منخفضة، الاكسجين. الحاجات دي لو كانت موجودة هيستمر عندي الحريق بتفاعل كيميائي متسلسل او دائم. تمام، دي بالنسبة لعملية التفاعل الكيميائي. طيب انا عايزه اتكلم بقى دلوقتي عن انواع الحرائق. ايه هي انواع الحرائق؟ انواع الحرائق دي خمس انواع. خمس انواع، خمس انواع دول عندي. في حاجه اسمها حرائق النوع ايه، تمام، زي ما احنا شايفين ده، سوري، ده حرائق النوع ايه، وده حرائق النوع بي، تمام، زي ما احنا شايفين، وفي حرائق النوع سي، وفي حرائق النوع دي، وفي حرائق النوع كي. هما خمس انواع عندي. ايه هما الخمس انواع؟ طيب خلينا دلوقتي نشوف ايه هو حرائق النوع ايه، او النوع ده ايه، النوع ايه دوت بيتكلم عن ايه. النوع ايه ده اللي هو اول نوع عندي، بينشأ في المواد الصلبة، بينشأ في المواد الصلبة اللي بتكون غالبا ذات طبيعة عضوية، يعني بتكون ذات طبيعة عضوية، من مركبات الكربون. الطبيعة بتاعته من مركبات الكربون. مركبات الكربون اللي عندي ادم قال لي في مواد صلبة، اعرف على طول ان المواد دي يا اما ورق، يا اما خشب، يا اما قطن، يا اما اقمشة، يا اما مطاط، يا اما بلاستيك، حاجات كتير جدا. طيب الحاجات دي افضل انواع او افضل مواد الاطفاء اللي انا بستخدمها لاطفاء هذا النوع هي حرائق الماء. يعني انا عشان خاطر ان انا اطفي الحرائق دي او اطفي، اعمل اطفاء لعملية الحريق اللي عندي للورق او الخشب او الاقمشة او البلاستيك اللي عندي، طبعا هطفيه بالماء. ده افضل نوع عندي، او البودرة الجافة، او البودرة هو افضل نوع عندي، تمام، عشان اطفيها حرائق الماء او بودرة الماء اطفيها بالماء. طيب حرائق النوع بي دي عندي اهيت، لو انتوا شايفين ده خشب اهوت، تمام، وده كرتون، ورق كرتون اهوت بيحصل فيه عملية اشتعال. الحاجات دي كلها افضل انواع او افضل اطفاء ليه ان احنا نطفيه بالميه. طيب حرائق النوع بي، حرائق النوع بي دوت بتحدث في المواد السائله او الغازيه الملتهبه. اول ما نسمع طبعا المواد السائله او الغازيه زي مثلا البنزين، الكحولات، السولار، ثاني الحاجات دي كل اللي احنا عارفينها، الميثان، الهيدروجين، عندي الاستالين، الحاجات دي كلها عندي شامله مواد سائله وغازيه، زي مثلا البنزين السيارات، البنزين اللي بيبقى موجود عندي في السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحولات، الشحوم، الحاجات دي كلها طبعا نتيجة مواد سائلة. طيب
هطفي الحريق ده بإيه؟ أنا عندي لو بنزين السيار، لو في عندي بنزين ولع أو في مذيبات أو في كيروسين ولع، الحاجات دي كلها لما أجي أطفي، أو أفضل مواد إن أنا أطفي بيها، أو أفضل مواد مستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي إيه؟ أنا عندي أفضل نوع رغاوي، تمام، وثاني اكسيد الكربون. طفيت الرغاوي وطفيت ثاني اكسيد الكربون وطفيت البودره والهالوجين، تمام. يبقى تاني افضل نوع او افضل طفيات ان انا ممكن استخدمها وان انا ممكن اطفي بيها الحريق، طفيات البودره او الهالون او ثاني اكسيد الكربون او الرغاوي، تمام. دي بالنسبه للحاجات اللي انا ممكن اطفي بيها، وما ينفعش ان انا اطفي الحاجات دي كلها بالماء، بطفايات الماء. ما ينفعش ان انا اجيب ميه واطفي مثلا البنزين او اطفي الكيروسين، لا. هو ممكن يعمل عندي في الحاله دي، هيعمل عندي في زياده انتشار الحريق، هيحصل عندي زياده ان هيولع الدنيا اكتر. يعني ايه هيولع الدنيا اكتر؟ هيزود الحريق، نسبه الحريق اللي موجوده عندي اكتر. ففي الحاله دي هطفيها بطفايات ثاني اكسيد كربون او بودره او هالوجين. دي بالنسبه لحرائق النوع بي. طيب تعالوا ما نشوف كده حرائق النوع سي. حرائق النوع سي دي بتنشا في المعدات والاجهزه والتجهيزات الكهربائيه، الاجهزه الكهربائيه بمعنى اصح. يبقى الحرائق دي بتنشا فين؟ في المعدات او الاجهزه الكهربائيه، المعدات او الاجهزه الكهربائيه. طيب بيستخدم ايه؟ يستخدم ثاني اكسيد الكربون والهالوجين. طبعا بنستخدم ايه؟ بنستخدم طفايات ثاني اكسيد الكربون. لو المعده عندي حصل لها عمليه معده بكهرباء، طبعا لو حصل لها عندي عمليه حريق، احنا في الحاله دي بنستخدم ثاني اكسيد الكربون او بنستخدم طفايات الهالوجين او البودره لاطفاء هذا الحريق. النوع ده افضل نوع ان احنا ممكن نستخدمه في اطفاء الاجهزه الكهربائيه، تمام، او المعدات الكهربائيه. فبنستخدم ثاني اكسيد الكربون، طفايات ثاني اكسيد الكربون والهالوجين والبودره، تمام. ما ينفعش طبعا ان انا استخدم الميه او اي ماده تحتوي على الماء زي مثلا الرغاوي، لا. دي ممكن تعمل لي عملية موصل جيد للكهرباء، يعني ممكن تعمل عندي عملية موصل جيد للكهرباء، يعني لما تعمل أو لما يحصل عندي عملية توصيل جيد للكهرباء، في الحالة دي هيحصل عندي عملية اشتعال في الحرائق اللي عندي او في الحريق اللي عندي. طيب انا عايزه اواجه الحرائق التجهيزات الكهربائيه دي، او حرائق المعدات الكهربائيه او الاجهزه او الاجهزه الكهربائيه، هعمل ايه؟ اواجهها ازاي؟ اول حاجه فصل التيار الكهربائي قبل اجراء عمليه الاطفاء. انا قبل ما اجي اطفي بطفايات ثاني اكسيد الكربون اللي عندي او بطفايات البودره، هفصل التيار الكهربائي عن المعدات كلها نهائي، تمام. يبقى هعمل عندي عمليه فصل التيار الكهرباء، تمام، قبل اجراء عمليه اي اطفاء. يعني انا قبل ما اعمل عمليه الاطفاء بتاعتي، او قبل ما اطفي الحريق اللي موجود عندي، هفصل التيار الكهربائي اللي موجود في المعدات الكهربائيه اللي عندي. ايه تاني؟ استخدام وسائل الاطفاء التي تتناسب مع نوعيه المواد المشتعله فيها النار. يعني انا عندي على سبيل المثال، احنا لسه قايلين فوق، لو النوع اللي بيحترق عندي مذيبات او كيروسين او بنزين او كحولات، ما ينفعش ان انا الحاله دي اطفي بميه، لان الميه هتسبب لي في زياده انتشار الحريق. لا، انا هستخدم في الحاله دي طفايات ثاني اكسيد الكربون والهالوجين والرغاوي. في الحاله دي هتبطئ عمليه الحريق شويه وهتطفيها لي بنسبه معينه، تمام. دي بالنسبه للعنصر اللي بيقول لك في العنصر اللي بيقول لك استخدام وسائل الاطفاء التي تتناسب مع نوعيه المواد المشتعله فيها النار. يعني في كل نوعيه او في كل ماده مشتعله فيها النار، بتستخدم طفايه حريق مناسبه ان انت تطفي بيها الحريق، تمام. طبعا في حال تعذر فصل التيار الكهربائي، ان انت مش عارف تفصل التيار الكهربائي او عدم التيقن منه، ففي الحاله دي بتستخدم مواد الاطفاء اللي عندك اللي هي ملهاش اي خاصيه او اي توصل كهربائي او اي صله بالتوصيل الكهربائي، تمام.
تبدأ ان انت تستخدم المواد دي في الاطفاء، مادام الاطفاء ديت او مادام المواد الاطفاء دي ملهاش اي علاقة بتوصيل كهربي او ملهاش اي خاصية بالكهرباء. تمام. يا تاني نقولها تاني، في حالة تعذر فصل التيار الكهربائي، في حال تعذر يعني انت مش عارف تفصل الكهرباء، او ما انتش عارف تتيقن ان انت مش عارف تتأكد ان انت فصلت الكهرباء ولا لا، في الحالة دي انت بتجيب المواد بتاعة الاطفاء او طفايات الحريق اللي عندك اللي ما هيش موصلة للحرارة، ما فيش اي توصيل جيد للحرارة، وبتبدأ ان انت تطفي بيها الحريق. دي بالنسبة لحرائق النوع سي. طيب تعال نشوف كده حرائق النوع دي. حرائق النوع دي بيقول لك هي الحرائق التي تنشأ في المعادن. يعني ايه بتنشأ في المعادن؟ تنشأ في المعادن عندي زي الصوديوم، عندي زي البوتاسيوم، عندي زي المغنيسيوم. تاني، عندي زي الصوديوم البوتاسيوم المغنيسيوم، اي معدن من دول بتنشأ في اي معدن من دول، سواء صوديوم سواء بوتاسيوم سواء مغنيسيوم. طيب بيقول لك لا يستخدم الماء في اطفاء هذا النوع من الحريق، ويستعمل عادة الجرافيت او بودرة الرمل او بودرة التلج او اي نوع مثلا من البودره الجافه لاطفاء هذا النوع من الحريق. يعني احنا في الحاله دي لما نيجي نستخدم طفايات طفايات الحريق في حاله حرائق المعادن زي الصوديوم او البوتاسيوم او المغنيسيوم، في الحاله دي بنستخدم طفايات البودره او طفايات بودره التلج او الرمل او البودره الجافه، عشان نقدر ان احنا نطفي عمليه المعدن اللي عندنا او عمليه الحريق اللي موجوده في المعادن، سواء المعدن ده بوتاسيوم او مغنيسيوم او صوديوم. طيب حرائق النوع كي، حرائق النوع ده طبعا بيختص هذا النوع بالحرائق التي بتحدث بالزيوت النباتيه بالمطابخ. طبعا انتوا شايفين الشكل اللي قدامي اهوت، باين عليه ان هو في المطبخ عندي الاشتعال اللي طالع دوت نتيجه الزيوت. الزيوت عندي بتبقى محروقة أو بتبقى مشتعلة بطريقة رهيبة أو بكمية عالية، فبيحصل عندي عملية حرائق. طيب طريقة إطفاء الحرائق، طريقة إطفاء الحرائق دي تعتمد، بيقولك تعتمد نظرية إطفاء الحرائق على كسر مثلث الاشتعال بإزالة أحد أضلاعه أو كل أضلاعه، ولذلك تخضع عمليات الإطفاء لثلاث وسائل. يعني ازاي ان انا بيقولك نظرية الاطفاء، نظرية الاطفاء دي بالخلاصة اللي عندك، سيبك من السطر اللي هو كاتبه دش ده، انا عايزة اسهلها عليك شوية. نظرية الاطفاء عندك بتتمثل في ثلاث وسائل. ايه هما الثلاث وسائل عندي؟ اول حاجة عندي تبريد الحريق، ثانيا اللي هو رقم اتنين عندي خنق الحريق، تمام، ثالثا تجويع الحريق. دول الثلاث عناصر اللي موجودين عندي. يبقى عندي ثلاث حاجات لنظرية الإطفاء أو ثلاث وسائل لنظرية أو عمليات الإطفاء. أول حاجة عندي تبريد الحريق، خنق الحريق، تجويع الحريق. طيب إيه هو تبريد الحريق وإيه هو خنق الحريق وإيه هو تجويع الحريق؟ أنا عندي تبريد الحريق بيقصد المقصود بيه أو اللي هو عايز يعرفهولك بيه، اللي هو بيقصد بيه تخفيض درجة حرارة المادة المشتعلة. بيعمل لك عملية انخفاض في درجة حرارة المادة المشتعلة. طيب عايز أعرف دلوقتي هيعمل لك عملية خفض لدرجة حرارة المادة المشتعلة إزاي؟ أنا عايز أعرف برضه. بيقول لك باستخدام المياه التي يتم قذفها على الحريق. انت لما بتيجي ترمي ميه او تقذف ميه على الحريق بتخفض درجه حراره الماده المشتعله، بتبرد الحريق. يعني بدل ما الحريق عندي مشتعل بدرجه عاليه، بتبدا ان انت تهديه او تبرده بايه؟ بقذف الميه عليه او باستخدام اطفاء المياه على الحريق. طبعا بتعتمد الوسيله دي على قدره امتصاص الماء لحراره الماده المشتعله فيها النار. بتعتمد الغرض ده بيعتمد على امتصاص الميه، امتصاص نسبه الماء لحراره الماده المشتعله في النار قد ايه. الماده او الوسيله او الغرض الاساسي بيعتمد على امتصاص الماء لحراره الماده المشتعله فيها النار. تاني، انا عندي امتصاص الماء للحراره. امتصاص الماء للحراره دي هشوف ان حراره الحراره اللي عندي في الماده المشتعله امتصت ماء قد ايه، طفتها ولا لا. تمام، ده طبعا الغرض الاساسي لقدره امتصاص الماء
لماء الحرارة المادة المشتعلة فيها النار. طيب ده بالنسبة لتبريد الحريق. خنق الحريق بقى بيقول لك يتم خنق الحريق بتغطيته بحاجز يمنع وصول أكسجين الهواء. يعني احنا بنغطي الحريق بحاجز بيمنع من وصول أكسجين الهواء ازاي؟ انا عايز اعرف ازاي، مش فاهمها انا. اول حاجة غلق منافذ وفتحات التهوية، بنغلق كل منافذ واي فتح الشبابيك بقى، الابواب، اي منافذ مفتوحة ان هي بتوصل تهوية للمكان ده بمكان الحريق. ليه؟ عشان اقلل من نسبة الاكسجين في الهواء، عشان اقلل من نسبة الاكسجين اللي في الهواء، لان انا لما اقلل من نسبة الاكسجين في الهواء ما بتسمحش باستمرار الاشتعال. تمام، يبقى اول حاجة بيقول لك غلق منافذ وفتحات التهوية لتقليل، اللي احنا بنغلق المنافذ او الشبابيك او الابواب دي او اي فتحة للتهوية عندك عشان خاطر لتقليل نسبة الاكسجين في الهواء. ايه تاني؟ تغطية المادة المشتعلة بالرغاوي الكيماوية، بنغطي المادة المشتعلة، بنعمل عملية تغطية للمادة المشتعلة بالرغاوي. ايه تاني؟ استبدال الاكسجين ببخار الماء او ثاني اكسيد الكربون او المساحيق الكيماوية. احنا بنستبدل الاكسجين عندي بنستخدمه او بنستبدله بنستبدل سوري بنستبدل الاكسجين عندي ببخار الماء او ثاني اكسيد الكربون. خلي بالك ده كله في خنق الحريق، عشان نمنع خنق الحريق ده، عشان نمنع من وصول اي اكسجين للهواء المكان اللي انا فيه. تمام، عندي تجويع الحريق. يعني ايه تجويع الحريق؟ تجويع الحريق ده اللي هو بالحد، بنعمل عملية تجويع الحريق بالحد من كمية المواد القابلة للاشتعال. ازاي؟ نقل البضائع والمواد المتوفرة بمكان الحريق بعيد. بننقل البضائع اللي عندي اللي موجودة في مكان الحريق بعيد، الحاجات البضائع اللي بتبقى موجودة عندي أو اللي هتتأثر بالحريق اللي هيحصل عندي بننقلها بعيد عن تأثير الحرارة واللهب والنيران اللي بيحصل في مكان الحريق، بننقلها لمكان بعيد. زي مثلا سحب السوائل القابلة للاشتعال من الصهاريج، أو نقل بضائع من داخل المخازن المعرضة لخطر وحرارة الحريق. بننقل البضائع دي من المخازن اللي ممكن تتعرض للخطر أو ممكن تتعرض لحريق، أو بننقلها لمكان بعيد، لأن هي كده كده معرضة للخطر أو معرضة لحرارة الحريق اللي موجودة. ففي الحالة دي احنا بننقل البضائع دي لمكان بعيد. ايه تاني؟ تاني حاجة عندي إزاحة أو إزالة المواد المشتعلة. بنزيل المواد المشتعلة اللي موجود فيها النيران، طبعا المواد المشتعلة اللي بتبقى موجود فيها النيران بنعمل عملية إزالة ليها نهائي بعيدا عن المجوهرات القابلة للاشتعال. طب بنعمل عملية إزالة ليها إزاي؟ بنعمل عملية إزالة ليها عن طريق بعيد عن المجوهرات القابلة للاشتعال لخطر الحرارة واللهب. طبعا بنزيل المواد المشتعلة، دي زي مثلا النيران، عن الأماكن القابلة للاشتعال. ايه هي الأماكن القابلة للاشتعال؟ اللي بتحتوي على مواد صلبة وسائلة وغازية لخطر درجة الحرارة واللهب. ايه تاني؟ غلق محابس الغازات القابلة للاشتعال. احنا بنعمل عملية غلق للغازات اللي ممكن تؤدي لعملية الحرائق. الغازات دي اللي هي بتبقى معرضة لعملية القابلة للاشتعال، الغازات دي اللي بتحتوي على مواد هيدروجين، مواد ميثان، الحاجات دي كلها لازم نغلقها جيدا. طيب ايه تاني عندي؟ عندي بقى قواعد عامة لإطفاء الحريق. قواعد عامة لإطفاء الحريق، أنا عندي في قواعد كده أنا لازم أعرفها عشان خاطر اتابعها واطفي بيها الحريق، او اتابعها او ان انا التزم بيها لاطفاء الحريق. اول حاجه يجب ان تكافح الحريق مع اتجاه الريح وليس العكس. ان انت لما تيجي تطفي الحريق لازم أن تطفي في اتجاه الريح، ما تطفيهوش في اتجاه العكس. تمام، لازما او لازم لما انت تيجي تطفي الحريق او تقف قصاده او تصده تقف في اتجاه الريح المناسب اللي داخل عليه وليس العكس. ايه تاني؟ بقولك ان انت لازم تبعد عن الحريق بحوالي من 3 ل 5 متر، يعني ما تجيش قدام الحريق او قدام الخطر وتروح تطفي بالطفايات اللي في ايدك. لا، لازم ان انت تكون بعيد عن المكان نفسه
مكانك ما بينك وما بين الحريق من 3 ل 5 متر على الاقل، وتبدا ان انت تطفي بعد كده. تاني، لازم ان انت لما تيجي تطفي الحريق لازم أن يكون في بعد مناسب او في مسافه مناسبه ما بينك وما بين الحريق اللي شغال، يعني ما تروحش قدام، ما تصدش، تقفش قدام الحريق، ما تصدش قدامه وتعمل عملية الإطفاء بتاعتك، لا لازم أن يكون في مسافة معينة ما بينك وما بين الحريق اللي شغال، وتبدأ إن أنت تطفي. إيه تاني؟ بيقولك لا تكافح الحريق من منتصفه بل من الأمام للخلف، يعني ما تقفش في نص الحريق وتبدأ إن أنت تطفي، لا لازم إن أنت تقف يا من الأمام يا من الخلف، يا ورا يا قدام، حاجه من الاتنين. بقول لك حرك الطفايه، لازم ان الطفايه بتاعتك اللي انت بتطفي بيها، سواء مثلا الطفايه دي ثاني اكسيد كربون، سواء بودره جافه، سواء هالوجين، الحاجات دي كلها، نوع الطفايات دي كلها اللي انت بتطفي بيها لازم ان تحركها لليمين واليسار، لازم ان تحركها يمين وشمال، يمين وشمال، تمام؟ وانت بتطفي ما تصدش في مكان واحد وانت بتطفي، او ما تقفش مثلا في اليمين والتنيك ماسك الطفايه وبترش اتجاه اليمين، لا لازم ايدك تلف في المنطقة كلها، تمام؟ يمين ويسار ومنتصف، تمام. ايه تاني؟ كافح الحريق دائما من اسفل لاعلى. طبعا لازم ان انت تطفي الحريق من اسفل لاعلى، لا تترك مكان الحريق حتى تتأكد من اطفائه تماما. بيقول لك طبعا لازم، ما ينفعش ان انت تسيب مكان الحريق او تمشي من مكان الحريق حتى ان انت تتاكد من اطفائه تماما. ايه تاني؟ تثبيت طفايات الحريق بالقرب من مخارج الطوارئ. بتثبت طفايات الحريق ديت، طفايات الحريق بتثبتها بالقرب من مخارج الطوارئ. يجب عدم وجود عوائق في طريق الوصول للطفايه، ما ينفعش، لازم ما ينفعش او يكون عندك عوائق او حاجات تمنعك ان انت توصل للطفاية او ان انت توصل لمكان الحريق، لا العوائق دي كلها لازم تكون مش موجودة عشان اقدر ان انا اوصل للطفاية، وبعد ما اوصل للطفاية هوصل للحريق او هقدر ان انا اكافح الحريق بسهولة. القواعد دي كلها لازم اتبعها في اطفاء الحرائق، تمام. انا كده لحد دلوقتي خلصت المحاضرة ديت. لو في اي حد مش فاهم اي حاجة هنقف لحد هنا ان شاء الله ونكمل المحاضرة الجاية. لو في اي حد مش فاهم حاجة ممكن تبعتولي على الواتس، او ممكن تبعتولي في اي برايفت مثلا عندي، واللي مش فاهم حاجة ممكن يقول لي يا باشمهندسة معلش عيدي لي الحتة دي لاني مش فاهمة، وانا ممكن اشرحها له بطريقة مبسطة واسهل من كده كتير. فأرجو ان انتوا تلتزموا بالتسجيلات ديت وتذاكروها كويس وتلتزموا بالكتاب. مفيش اي حاجة خارجة من اللي انا بقوله عن الكتاب، كل الكلام ده موجود في الكتاب اللي معاك، فلازم ان انت تلتزم بيه. وان شاء الله الترم ده يعدي على خير. ولازم ان تذاكروا عشان تجيبوا درجات كويسة وتعوضوا للترم الاول ان شاء الله، تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم على خير إن شاء الله المحاضرة الجاية.